سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج إفطار مع ستار. اليوم فطورنا غادي يكون في إمارة عجمان وبالضبط في مطعم مملكة الطاجين. اتصلنا بالسيدة وداد ورحبت بنا، غادي نرحبوا بكم حتى أنتم تفطروا معنا اليوم. أما ستار اللي اختارينا لكم اليوم هو الفنانة المتألقة يسرى سعوف، خليكم معنا على ما توصلنا يسرى. مشاهدينا كيف ما خبرتكم اليوم انا ويسرى معروضين لمطعم مملكه الطاجين في اماره عجمان عند لاله وداد اللي كنشكروها بزاف. مرحبا بكم، شرفتونا يسرى، شرفتينا. شكرا اخ عبد الكامل، شرفتونا على الراس والعين، نور المطعم. شكرا. يسرى اول مره تجي لعجمان؟ اول مره كنزور عجمان صراحه. الحمد لله انا كي جيت المطعم المغربي. صح. مرحبا على الراس والعين، وكنتشرف انا اليوم موجوده بمطعم مغربي، وشكرا على الاستضافه الزوينه بزاف. كنشكركم. مرحبا مرحبا، المطعم نور وعجمان كلها نور. ربي يخليك. شكرا. يسرى ان شاء الله فطور مغربي على حقه وطريقه، يعني الطريقه المغربيه. المغربي انا ما كاينش ما احسن من الفطور المغربي. لا اكيد مغربي ديالنا حريره مسمن شباكيات مار بيض العصير، ان شاء الله غادي يكون مائده مغربيه صغيره، وان شاء الله تنسي حسانك. ربي يخليك. اكيد اكيد. شكرا لك. شكرا. ربي يخليك. تكلمنا على يعني الماكله المغربيه، كيفاش هو الاقبال على الحلويات المغربيه والاكل المغربي في الامارات؟ لا الحمد لله في تحسن، يعني احنا كنلاحظوا عام على عام كيزيد الاقبال، لانه تبارك الله كاين توعيه لا من السفاره المغربيه ولا من وزاره السياحه بالتقاليد المغربيه، وكنلاحظوا اقبال من المواطنين الاماراتيين. صح. من الوفود بالجاليه الثانيه تبارك الله، يعني غير طبعا الجاليه المغربيه اللي الحمد لله مقيمه معنا دائما في المطعم، لان الواحد كيتشاها شهوه هذه البلاد، كيجي كيشم ريحه البلاد هنا، كيشم الحلويات المغربيه وكياخذ اللي بغاه. مرحبا بالجميع. الحمد لله. تشمك المغربيه؟ اكيد اكيد. ما بقى المغرب ولا نفطر هنايا ونبقى المغرب ان شاء الله. كنشكرك بزاف لاله وداد، مرحبا بك حسن. مرحبا على الراس والعين، شرفتونا. شكرا. إذن يسرى كنعرفوا ما شاء الله المغاربه معروفين بالكرام، اليوم حنايا لاله وداد مصطفانا عندها في المطعم ديالها، وحتى انت كان الطاقم ديال بزاف تبي نزل المغرب، وما شاء الله كبرتي بهم انت ومالدار ديالك ورحبتي بهم، فكنشكرك بزاف حتى انت. ومن هذا المنبر كنقول لك هذا شكرا. كنتظن عند بزاف تيدي. ربي يخليك. شكرا. كملي علينا. شكرا بزاف بزاف. كنا باغيين نعطوك الحليب والتمر ولكن دابا طايرين. تلم بعد الفطور تفطر تفطر. شكرا بزاف، وانا كنتشرف اليوم هذه الاستضافه الزوينه المره الثانيه على بزاف قناه بزاف تي في، ما شاء الله يكون ثالثه ثالثه ثالثه، فيا ربي نكون ضيف خفيف على قلوب كل المتفرجين. اللهم امين. اذا كيفاش علاقتك مع المعجبين ديالك يسرى؟ انا علاقتي مع المعجبين علاقه وطيده جدا، زعما دائما عندي كنشاركهم كاع الاشياء اليوميه ديالي، سواء التصويره سواء الخدمه ديالي سواء اي شيء كنتواصل مع جمهوري، لانه كل ما كنتي قريب لجمهورك كل ما غادي يبغيوك اكثر وغيحسوك منهم، فدائما كنحاول نكون قريبه منهم، نتقاسم معهم كاع الاشياء اللي كنبغيها واللي كتزعجني، فعارفين شخصيه يسرى شنو هي. نعم. من بعد ما حطينا الاعلان بان راه غادي يكون لقاء مع يسرى وغادي نختار واحد من المعجبين ديالها، ما شاء الله جاوا بزاف نتاع الرسائل وبزاف الناس تواصلوا، وبزاف الناس يعني خليجيات بالخصوص اللي كانوا باغيين يجيو، ولكن للاسف انهم ما بغاوش يطلعوا في التلفزيون، لان شويه راكي عارفه العادات والتقاليد نتاع دول الخليج شويه كاين اللي كيكون عندهم صعيب، ولكن حنا اختارينا واحد البنيوته، واحد الشماليه سميتها مريم مارتين اللي غادي تكون معنا من دابا واحد شويه، اللي من المعجبات ديالك واللي كيحماقوا عليك. ربي يخليك. وانا نتشرف نشوف. اكيد اكيد اكيد. احسن حاجه واجمل حاجه انه تلقى وجه لوجه مع الفانز ديالك. نعم. فكنتشرف. نشوفوا مريم راهي هذيك ديالنا. مساء الخير. مساء النور. اش اخبارك؟ الحمد لله صافي. كرون بليزير. ربي يخليك. اجي حدايا. تقص حدايا مريم. وهذا واحد الهدية بسيطة. خليك. شكرا شكرا بزاف. شكرا. هي فاز ديالي. ديال بوحدي. مرحبا بك مريم. الله يبارك فيك. شكرا. ما قلنا كرامة المغاربة ما شاء الله. ربي يخليك. شكرا شكرا. الحمد لله وصافي ان كرون بليزير انني نكون معكم، وشكرا بزاف على الاستضافة. وانا متأكدة بان بزاف لي فانز كيحسدوني لانني جالسة معك اليوم،
وتبارك الله عليك مشرفه بلادنا ومثل المغرب احسن تمثيل سفيره المغرب تبارك الله عليك يخليك. وهذا الكلام انا كنتشرف به، وهو اللي يعني اول ما دخلت البرنامج كنت كنتمنى انه الناس يقولوا انني شرفت المغرب، شرفت بلادي، شرفت البنت المغربيه الاصيله والتقاليد المغربيه نعرف بهم في البرنامج. الحمد لله يعني هذا الكلام يكفيني فقط. متبعها من شحال هذه؟ اكيد عرب ايضا الاولى ولا الثانيه؟ من صراحة من الثاني من الأماكن، أغنية الأماكن محمد عبدو روعة روعة. من ذلك الوقت أنت كتشوف أخبارها كتشوفي إنستغرام أديكتد يعني دائما أديكتد من النهار اللي درت إنستغرام يسرى سعوف كنت من أول الفولوينز ديالي اللي تبعتهم تبارك الله عليك تبعك يوما بعد يوم. بحال البارح جابت لاشونس باش شفت البوست اول وحده كومونتيت وشكرا بزاف. مرحبا بك مرحبا بك هنا. كتفرحي يا صرا فاش كيكون بحال هكا فاش كتسمعي بحال هكا؟ اكيد اكيد اكيد، لانه الفنان شنو هو الفنان؟ هو جمهور، هو محبه الناس. الا فقدتي هذه المحبه ديال الناس انتهى الفنان. فدائما خصك تكون قريب من جمهورك، خصك تكون متواضع بزاف باش جمهورك يحبك اكثر واكثر. الا تكبرتي عليهم راك خسرتي الشعبيه ديالك وخسرتي جمهورك. فعلا. وانت ما شاء الله يعني هي حتى مريم يعني مغربيه اللي متغربه واخا كي متبعاك بنت بلادها وكتغر على المغرب وكتغير. وانا اليوم فرحت بزاف حيت انا مغربيه، واليوم الجلسه مغربيه وماكله مغربيه، فطور مغربي وحتى المطعم مغربي. فاليوم حلقه مغربيه 100% على بزاف تي في. جاكم الجوع كله؟ فأذن ولا مازال؟ ها هو غيأذن دابا خلوه من الزينه. يلاه.